سامحوني طبعا اذا كنت حسيت ان انا ممكن اكون زعلانه شويه. مش بزعل يعني، انا ممكن اكون ببقى بس زعلانه من حاجه تانية، ان الناس فاكرين ان احنا انتوا متاخرين، او ان انتوا ليه الحاجه الفلانيه ما خلصتش ليه. يعني بتبقى يعني احنا مش مقصرين، احنا عملنا بناخد بكل الاسباب، ولكن التأخير مثلا جاي من الجهة الفلانية اللي احنا كل شوية، اللي احنا كل يوم احنا بنزن عليهم، اللي احنا كل يوم بنطلب منهم كذا، اللي احنا بنوصل صوتك حتى لو ما كان مثلا صوت مثلا حد طالب حاجة من وزارة ما، من أي جهة ما، احنا بنسعى فيه لآخره. هي بس هو ممكن ان البعض ممكن يتخيل او يتهمك بان انت متاخر عنه، او ان انت ناسيه، او ان انت يعني مفروض ان انت تهتم بيه اكتر. احنا بنهتم بكل الناس، وعلى فكره انا بهتم باي حد يكلمني اكتر من اللي ممكن اكون عارفاه. يعني ممكن حد، وتقريبا زي حاله هدى اللي احنا هنشوفها النهارده، انا ما اعرفهاش يعني انا طبعا ناس كتيره جدا جدا بتتصل عليا ومبسألش، يعني بطلت اسال يعني جو التليفون، بتتصل على التليفون البرايف بتاعي يعني الخاص بتاعي، مش تليفون البرنامج او تليفون حد من الاعداد، لا بيكلموني انا شخصيا، وما بسالش حتى، ما بسالوش وهم كلهم سامعيني، ما بسالش حتى انت جبت تليفوني منين، انت فلانه، اقول لهم ايوه انا فلانه، ايه الموضوع، الموضوع كذا كذا. وكتير منهم يعلم ان انا اللي ممكن يعني برجع اكلمهم، وانا اللي باخد تفاصيلهم وبرد عليهم، برد على رسائلهم بنفسي عادي جدا، باخد كل البيانات قدر استطاعتي في اي وقت، رغم ان انا بقول لكم ممكن واحد يبقى مشغول، ممكن واحد يكون في شغل خارجي، ممكن الواحد يبقى تعبان او عيان او عنده كذا او عنده كذا، ولكن ببقى عارفه قد ايه ان الناس يعني متعلقين بان هم متخيلين ان انت تقدر تعمل لهم كذا، فعشمهم فيك بيخليك ان انت تعمل اكتر ما عندك. هدى لما اتصلت بيا من فتره وقالت لي انا ممكن تكون ظروفي اصعب بكتير من هي متابعه البرنامج، اصعب بكتير من الحاجات اللي انت بتعرضيها، وحسيت ان الست يعني مستنجده بيا بشكل، او يعني حتى مستنجده بيا بشكل شخصي يعني، وعرفت ان ظروفها المرضيه صعبه، وان هي محتاجه تعمل عمليه قلب مفتوح، وما عندهاش اي امكانيات انها تتعالج، بل بالعكس يعني هي جوزها رجل ارزقي، وان هي كل يعني خلاص ما بقاش عندها حاجه، لان يعني باعت كل عفش بيتها تقريبا، يعني جزء كبير من عفش بيتها علشان علاجها، لانها تعبانه بقالها سنين، وان هي عندها مشكله تانية، في عندها فقر دم او حاجه ما شابه. ويمكن حالة هدى تدل على كلامي اللي أنا قلته في بداية الحلقة في الانترو، في المقدمة بتاعت الحلقة، يعني حالة هدى دي بالذات شاهد على اللي أنا بقوله، يشهد الله يعني وربنا وحده اللي يعلم. هدى لما كلمتني من فترة احنا مفكرناش هي اللي كانت عمالة تلح ان احنا نروح لها، وان انا اروح لها لحد عندها ونصور. قبل ما نروح نصور انا حسيت ان حالتها تعبانه جدا، وحالتها الصحيه تعبانه، وظروفها الصحيه تعبانه جدا. ما استنيتش ان انا اقول لها طب استني نروح ننقل الكاميرا، وفي حالات زي كده كتير بنعمل كده معاها بفضل الله علينا طبعا. كلمنا على طول مستشفى جامعه 6 اكتوبر دكتور الانسان الخلوق دكتور ايهاب صفوت المدير الطبي للمستشفى، اللي بصراحه متعاون معانا لاقصى درجه، ربنا يكرمه يعني، ربنا كتر من امثال الراجل ده، يكون في دكاتره كتيره واطباء كتيره بهذه الاخلاق وهذا التعاون. قلنا له ان الحاله دي كذا، وهي محتاجه ان احنا حتى نعرف نشخص يعني ظروفها ايه، محتاجه ايه، تعبانه قوي ايه، نقدر نساعدها ازاي. فقالوا يعني وافق ان احنا نبعت له الحاله، وراحت له فعلا، ولا عمل يعني بفضل الله، ويعني ومشكورين جدا كل اداره مستشفى جامعه 6 اكتوبر، بشكرهم جدا 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 انهم عملوا لها كل الفحوصات وكل التحاليل وكل ما يلزم ان هي يشخصوها، واتعرضت على كل الاطباء بكل التخصصات عشان يعرفوا هي ايه اللي عندها بالظبط. اتضح ان هي عندها محتاجه فعلا تعمل عمليه قلب مفتوح، ولكن المشكله الاكبر مش في بقى انها العمليه ممكن هتتعمل ان شاء الله يعني، ولكن المشكله الاكبر ان هي عندها فقر دم، يعني نسبه الهيموجلوبين في الدم 4، ويوم ما بتعلى قوي بتوصل 7، وهي المفروض تكون يعني في النورمال الطبيعي انها تبقى 12، فالنسبه بعيده قوي، وهو ده اللي تعبها قوي ان هي عندها مشكله فقر الدم دي، فبالتالي مستحيل ان هم يدخلوها تعمل عمليه وهي في الحاله دي، يعني بعد الشر يعني ربنا يديها الصحه وطوله العمر انها تموت.
فكانت الحاله صعبه في كده، ان احنا حاولنا ان احنا ازاي نقدر نشوف طرق علاجها وازاي نتعامل معاها. واخر حاجه اللي هي راحت لها تقريبا امبارح او على ما اتذكر يا هدايا، ان هي راحت تقريبا امبارح او اول امبارح، ودكتور ايهاب انا كلمته شخصيا وقال ان هي برضو بعد ما النسبه بدات ترتفع نزلت تاني، نسبه الدم بتاعتها نزلت تاني، وان هي محتاجه اكياس دم او بلس او او على ما اعتقد علشان تدخل العمليه لا يقل عن 8 اكياس دم. ودي المشكله اللي احنا واقفين قدامها دلوقتي، ان احنا نشوف ازاي نقدر نوفر لها الدم، وازاي ممكن حد يعني من مشاهدينا الكرام ان هم يساعدوها او يتبرعوا لها بالدم ده عشان تقدر تعمل العمليه عشان نقدر ننقذ حياتها. يعني لان هي في الاول في الاخر هي ام وعندها طفلين، محتاجه ان هي تبتدي تعيش وتشوف يعني حياتها، ولان عيالها يعني تقريبا من ظروفها هنشوف دلوقتي في التقرير من ظروفها الصحيه وزوجها من ظروفها الصحيه، الزوج فقد شغله بطل يعني بيروح معاها كتير وحالتها الصحيه غير مستقره بالمره، الاطفال برضو مهما كان محتاجين رعايه ومحتاجين كذا وكذا، ولكن هي الام لا مش قادره تعمل ده، فظروف البيت كلها متلخبطه بمرض الام اللي هي هدى. قبل ما ننقلها المستشفى يعني وديناها عملت تحاليلها وعملت كل حاجه زي ما قلت لكم، ما كانش حرصنا ان احنا نبعت كاميرا نشوف ان احنا عملنا ده، احنا مثلا عملنا ده ونبين دعمها بالشكل ده وحق المستشفى طبعا، ولكن كان في حاجات سريعه لازم تتعمل، مش هي دي القضيه، مش قضيه التصوير. اما هدى كلمتني وقالت لي ان المشكله عندها ان هي اليوم اللي بتروح تعمل فيه تحاليل بتركب مواصلات هي وجوزها، فاليوم ده يعني بيبقى النفقات دي او الفلوس دي نفقات بتاعه اكلها واكل ولادها. وكانت الجمله صعبه قوي ان هي قالت لي يعني لفظا يعني، والمساله كانت صعبه بصراحه عليا، وهي ما سمعتش الكلام ده مني يعني قبل اما رحت قابلتها، انا لسه بقوله دلوقتي بس على الشاشه. كانت الكلمه وجعتني قوي 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 لما قالت لي انا نمت انا وولادي من غير عشاء، او ولادي اطفالها يعني باتوا من غير عشاء، لان او ما كلوش بمعنى ادق، مش عشاء بس ما كلوش علشان فلوس دي هم اللي راحوا ركبوا بيها مواصلات عشان يروحوا المستشفى. فكانت المساله يعني حسيت قد ايه ان هم فعلا يعني ظروفهم صعبه جدا ومحتاجين الدعم السريع، زي ما في زي ما مستشفى الجامعه 6 اكتوبر متعاونين جدا، ايضا كل الشكر والتقدير الدائم لبنوك الخير اللي دايما متعاونين معانا تعاون دائم، بصراحه عمرهم ما قصروا معانا ولا تاخروا معانا في اي حاجه. على طول بنك الطعام المصري جه، وانا بعت طبعا دايما اي حاله بنقول روحوا برضو شوفوها وشوفوا الحاله وادرسوها، احنا الحاله شفناها وعملناها ولكن اداره البحث برضو تشوفوا تتاكد. هم راحوا شافوا ان هي فعلا مستحقه، وبنك الطعام برضو يا مشكورا يعني خلاص هيتعاون معاها من الشهر ده، هو راح الشهر ده ومدينا بكرتونه الطعام الشهر تكفيها الشهر كله، على الاقل يبقى عندها اكل ولادها، اهم حاجه انه يبقى عندها اكل ولادها. الحاجات الثانيه طبعا اللي هي بنك الكيسه مدينا بيها برضو، ان هو كان باعت السراير وباعت حاجات كتيره من البيت، وباعت يعني اللي انا فهمته وقتها ان هي ما عندهاش سراير وما عندهاش حاجه يناموا عليها، ولكن لما رحت لقيت في برضو عندها حاجات كتيره ناقصه، ولكن مديناها بالحاجات الاساسيه اللي هي السراير والمفروشات على الاقل يقدروا الاولاد يناموا ويقدر يبقى عندهم مكان بس يعني يباتوا فيه، ونشوف بعد كده ايه اللي ممكن يحتاجوه نقدر نساعدهم ازاي، ربنا يرزقنا ان شاء الله برزقهم. تعالوا نشوف احنا رحنا لهدى في بيتها قبل ما تروح بقى خالص، يعني قلنا على الاقل يبقى في مكان تطلع لو عملت العمليه تطلع تنام عليه، يعني يكون في سرير، يكون في عندها اكل لاولادها، يعني الحاجات الاساسيه انها تبقى موجوده، بالاضافه ان احنا عرفنا ان هي عليها حوالي 7 شهور او اكتر ايجار ما دفعتهمش طبعا، بدات الشهر يجر شهر فبقى عندها مشكله، فتعاونت معانا ايضا مؤسسه سمع لتنميه المجتمع برئاسه دكتور حسن راتب، كل الشكر والتقدير ليهم ايضا اللي بيقفوا معانا دايما في الحاجات اللي هي محتاجه بقى، يعني بتبقى ازمات محتاجين دعم مادي مباشر يعني مبلغ مثلا يدفع، فربنا يكرمه دكتور حسن راتب مدنا بالمبلغ اللي احنا دفعناه لهدى علشان تسد قيمه الايجار بالكامل، يعني كل الشهور اللي عليها والشهر كمان اللي كان مقبل بالكامل. تعالوا نشوف احنا ما رحنا عند هدى وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نسد الحاجات الاساسيه بتاعتها ونعرف ايه احتياجاتها الثانيه اللي موجوده، وان شاء الله ربنا يعني يشفيها ويعافيها وتدخل وتعمل العمليه، ونقدر برضو نساعدها في اكياس الدم بتعاون حضراتكم معانا، لان احنا كلنا محتاجين التكاتف ده. هتشوفوا في تقرير بتاع هدى قد ايه ممكن يكون في ناس كتيره خذلتها
في ناس كتير قريبين منها ما وقفوش جنبها، هما القريبين اللي بيبعدوا في وقت الازمه، وليه ممكن ربنا يسخر ناس تانية هي اللي تساعد. ده اللي هنشوفه في تقرير هدى، وهنعرف قد ايه ان ممكن بني ادم ربنا يجبره بناس تانية بعيدة عنه خالص، لان ممكن اقرب الناس ليه هم اللي يتخلوا عنه. تعالوا نشوف هدى عملنا معاها ايه، وايه اللي ان شاء الله نقدر نساعده بعد كده، ويا رب يعني فعلا النهارده نقدر نكون يعني اسعدناها ونقدر نساعدها في الباقي، وان شاء الله ربنا يرزقنا برزقها. تعالوا نشوف هدى ونرجع تاني بعد التقرير. من فترة كده حوالي تقريبا شهر أو شهر وشوية اتصلت بيا ست فاضلة اسمها هدى، اتصل بيا على موبايل الشخصي وقالت لي أنا حالتي صعبة قوي وأصعب من حالات تانية، أنا متابعة البرنامج وأصعب من حالات ممكن تكوني أنتي بتزوريها واللي أنا بشوفها دايما موجودة كل يوم على الشاشة، خاصة إحنا كنا بعد رمضان. غريبة أحيانا يعني ما ممكن حد يكلمك معين بتحس بصدقه أو بكذبه في لحظتها. الست دي لما كلمتني حسيت ان كلامها كله صدق، حسيت ان حروفها كلها اللي بتتكلم بيها فيها وجع. هي كل الحكايه قالت لي انا محتاجه مساعدتك جدا، وان انا فعلا ظروفي صعبه جدا. ايه حكايتك؟ قالت لي ان هي مريضه، وان هي عندها يعني بقى لها 8 سنين مريضه، وان هي باعت كل عفش بيتها، وان جوزها على قده بيشتغل في محل طرشي ويدوب يعني يدوب عارفين يعيشوا، واضطرت ان هم يبيعوا كل حاجه علشان يصرفوا على علاجها، وكل ده كان دون جدوى، وان هي خلاص ما عندهاش اي حاجه، حتى ان هي ما عندهاش قوت يومها وما عندهاش حاجه تاكل بيها عيالها. من اول وهله كلمتني هدى وانا حسيت فعلا ان انا فعلا ان الست دي صادقه جدا، وان هي فعلا محتاجه ان احنا نقف جنبها. يمكن لما قالت لي على مرضها وان هي عندها امراض كتيره، كان اول حاجه نقدر نعملها قبل حتى هي كانت بتلح ان احنا نجيلها، ولازم يعني تعالي شوفي بنفسك وتعالي شوفيني قبل بقى ما كنت، يعني في حاجات بتبقى ليها اولويه اكتر قبل ما نتحرك وقبل ما نيجي لحد عندها ونشوف احتياجاتها ونقدر نساعدها. كان لازم ان احنا على طول نبعتها نشوف ظروفها الصحيه ايه. ودايما يعني بتلاقي في ناس كده ربنا بيسخرهم لك، يعني هم دول اللي ربنا بيسخرهم دايما للخير. وكان كالعاده يعني مستشفى جامعه 6 اكتوبر، طبعا بشكر دكتور ايهاب صفد مدير الطب لمستشفى جامعه 6 اكتوبر اللي على طول قال لي بعتيها لي فورا. بعتناها، عملنا تحاليل وعملنا اشعه، ودلوقتي احنا يعني في اطار التشخيص الحاله. طبعا طلع عندها مشكله في القلب زي ما هي قالت، وعندها تضخم في الطحال، وكان الاصعب ان هي عندها فقر الدم واصل يعني نسبه الدم عندها 4، حاجه كان رقم ضعيف وضئيل جدا. حتى هو قال لي يعني ما كلمته قال لي مش عارف هي ماشيه وعايشه ازاي، وعندها امراض تانية كتيره اكتشفوها من الاشعه والتحاليل. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. وان هي عندها ايضا يعني اكتشفوا ان في عندها ورم على الرحم، ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله تعمل العمليات دي، وان شاء الله تبقى كويسه باذن الله تعالى. بس قبل ما تدخل العمليات هي كانت طلبت ان احنا نجي لها ونشوف بيتها. احنا جينا النهارده، طبعا اذا كان بيتعاون معانا اكتر من مؤسسه فهو ده اللي دايما بنسعى ليه. احنا جينا النهارده بالتعاون مع بنك الطعام المصري وبنك الكساء، ربنا يجازيهم كل خير، اللي هم جابوا لنا كرتونتين طعام وهيمدوها بالطعام الشهري بعد كده ان شاء الله. بنك الطعام وبنك الكساء جاب لها سراير ومفروشات والاحتياجات الاساسيه، وهنشوف ايه احتياجاتها الثانيه. وايضا مؤسسه سما لتنميه المجتمع برئاسه الدكتور حسن راتب، لان احنا عرفنا ان هي عليها حوالي 7 شهور، فهو الدكتور حسن راتب ربنا يكرمه يعني دفع لها 8 شهور، يعني ادانا 8 شهور ايجار هندفعهم دلوقتي على طول ان شاء الله باذن الله تعالى. وهنحاول بقدر الامكان نشوف ايه يعني ايه اللي هي محتاجاه تاني، ازاي نقدر نساعدها حتى ان شاء الله بعد ما تدخل المستشفى. وقدر استطاعتنا النهارده نحاول ان احنا نقدم لها بسمه ونفرحها. احنا جايين لها بالحاجات دي مفاجاه، طبعا هي ما تعرفش، لكن انا قلت لها ان احنا ان شاء الله هنجي لك ونشوف ايه ظروفك، وان شاء الله يا رب نقدر النهارده نفرحها ونقدر نساعدها. تعالوا معانا نشوف هدى وازاي النهارده نقدر نساعدها. مش عارفه بصراحه ان هي بتطلع كل ده ازاي، هي مريضه قلب ومفروض تعمل عمليه قلب مفتوح. طبعا هي بيجي لها إغماءات كتيرة زي ما عرفت، لأن طبعا أكيد الدنيا هنا صعبة قوي. الله المستعان. هي دي الشقة؟
طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انت هدى؟ ازيك؟ اخيرا شفتك يا هدى بقى لنا شهر منك. حضرتك السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ استاذه اللي حضرتك نورتينا. ربنا يكرمكم يا رب. تطلعوا السلم ده ازاي؟ هنعمل ايه طيب يا استاذه؟ صعب قوي. ربنا يعينكم يا رب. شكرا شكرا. بحب اتفرج عليكي. بتفرج عليا فين بقى؟ عند طنط اللي تحت يا حبيبتي. وانا كمان بحبك قوي. هاتي بوسه. طبعا بقى لي شهر وشويه اهو بتكلم معاكي بس اول مره اشوفك يعني. طبعا ربنا يبارك لك يا استاذه. والله انا مش مصدقه نفسي ان انا قاعده مع حضرتك. والله ربنا يعزك يا رب. ربنا يعني انا تعبت في حياتي كتير عشان كده ربنا قلل تعبي بمقابلتي مع حضرتك دي. والله ربنا يكرمك ويعزك يا رب. قولي لي بقى يعني طبعا انت خلاص الحمد لله الفحوصات والتحاليل والاشعه. ارد على الدكتور يوم الخميس وهيحدد لي بقى اشوف عمليه الورم بتاع الرحم دون وموضوع الانيميا دون يعني انا هعمل فيه لان انا بقى لي سنتين دلوقتي انا مش لاقيه له سبب. يعني انا خدت اكتر من 15 كيس دم كل مستشفى اروحها يركبوا لي كيسين وثلاثه النسبه تبقى كويسه. احكي لي الاول من البدايه. احنا يعني سيبك دلوقتي احنا يعني بنعمل هيبان في الاول وفي الاخر ان شاء الله التشخيص بتاع حالتك. حضرتك والله ربنا يبارك لك. هيبان تشخيص حالتك وهيبلغنا بيها الدكتور ايهاب صفوت وان شاء الله نشوف هتعملي انهي عمليه الاول وان شاء الله تبقي احسن. احكي لي بقى انت اصلا في دوامه التعب دي من امتى؟ بقالي 10 سنين مريضه قلب. يعني عندي ارتجاع في الصمام وعايز يتغير. فجيت كنت ماشيه حياتي كويسه فجيت لما ولدت بنتي الثانيه دي القلب ابتدى حالته تتدهور. عندك ولد وبنت؟ معايا ولد وبنت. البنت فين ابنك؟ عند عمته لان انا تعبت شويه الفجر والدهم راحوا وداني المستشفى. فانا بقول البنت تبقى خفيفه معايا بدل ما هما الاثنين بيلخموا لان حضرتي كان يعتمد اب وام يعني هو اللي بيروح ويجي بيا. ربنا يكرمه. يعني انا شايفاه يعني زوجك راجل كده شهم وجدع. يعني انا لو بايدي والله انا اعمل له تمثال حضرتك يعني على المرمطه والتعب اللي شافها معايا. يعني واخد غيره كان رماني يعني كان قال لي كان هستفاد منها ايه يعني. ازاي يعني؟ ما هو يعني انت يعني ام ولاده ومراته وعشره عمره. يعني هو مراعي ربنا فيا لابعد الحدود يعني والله لدرجه حضرتك ان هو فكر يبيع كليته السنه اللي فاتت بعد ما خلاص يعني حضرتك زي ما شايفه الشقه كده والديون كترت علينا فكان هيبيع كليته بس طلع عنده كسور في وظائف الكلى فقال لك مش هينفع حتى تتباع. بيقول لي يعني انا مش عايزك تتحوجي لحد بس يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا ان شاء الله باذن الله ما يجعلش لا في بيع كلى ولا حاجه ان شاء الله. يعني انتوا بعتوا عفش البيت كله بس احنا احكي لي قبل ما بعتوا عفش البيت يعني انت بقالك 10 سنين مريض قلب. بس الحمد لله كانت عايشتي كويسه. كنت بتعب شويه ارتاح شويه فجيت من ساعه ما ولدت بنتي دي كانت برضو حالة القلب اتدورت. جيت بعد كده فترة تعبت بموضوع الأنيميا دون كان حضرتك كنت أقع لوحدي فما كانوش عارفين إيه السبب. روحت المستشفى كان هيموجلوبيني بيوصل لأربعة والخمسة فبقيت أتحجز يعلقوا لي دم النسبة تبقى كويسة يقول لك خلاص اخرجي. يعني حضرتك يعني المستشفيات يعني أنا بقيت اللي ورايا واللي قدامي بسبب المستشفيات الحكومة دي ما فيش دم وفصلتي وموجب فيقول لك هي غير متوفرة اشتري وروح لف على الفصيلة وهاتها واحنا نعلق لك الدم وأول ما الدم يبقى كويس يخرجوني. بقيت كل حاجة ببيتي كل حاجة. يعني كل المشكلة كلها يعني كلها يعني متمركزة في نقطة ان انت عندك الانيميا عمالة تزيد. وقفوا لي موضوع العملية يعني فقر الدم هو السبب. انيميا لا هو كان يعني انا كنت ابتديت بقى لما تعبت من موضوع قلبي ان انا اجري في موضوع العملية فجيت طلبوا مني شوية تحاليل
انا مش عايزه اجهدك لو انت تعبانه، لو انت تعبانه في انيميا في الدم، فيعني انت الواحد السليم لما بنخش ندخله نعمل له عمليه فبيحتاج اكتر من 6 أكياس دم، فانت مريضة الدم فانت ممكن تنزفي في العمليه لا قدر الله تموتي. فقالوا لي عالجي موضوع الدم ده الاول وبيتعالي نعمل لك عمليه القلب المفتوح. حضرتك ما فيش مستشفى في مصر ما دخلتهاش، واللي ارتحتي في الاخر في مستشفى جامعه اكتوبر. اه طبعا ربنا يبارك لك يا استاذه، يعني كل حاجه ملها متيسره يعني، والبركه في ربنا وفي حضرتك. ربنا يبارك بقى في كل اللي يعني اللي بيساهم، ودكتور ايهاب صفوت والله متعاون معانا بشكر على الهوا لاني فعلا ساعدنا كتير، اي حاجه بتقف قصادي هناك هو بيخلصها لنا على طول والله. والأستاذة هدية برضو يعني بتتكلمني تعرف مواعيد الدكتور، تتصل بيها تقول لي روح يوم كذا. بس حضرتك يعني أنا تعبت، يعني جوزي خلاص ما بقاش في ايده حاجة تانية يعملها لي، يعني أنا بقول له يعني أنا مستغربة يعني بقول له أنت جوزك بيشتغل إيه؟ بيشتغل في أي حاجة حضرتك. أنت قايلة لي في التليفون إن هو شغال في معمل طرش. طرش حضرتك الراجل مشاه، يعني لما قعدت فترة أروح جامعة 6 أكتوبر بنيجي آخر النهار، فهو قال له لا انت تشوف بقى موضوع مراتك دون وربنا يسهل بقى، فبينزل بقى يشتغل. في لي كلمه وجعتني قوي يا هدى لما يعني لما روحتي ساعه مره من المرات كنت تعملي فيها تحاليل واشعه، قلتي لي ان اليوم اللي بتروحي فيه تعملي فيه اشعه وتحاليل ما بتاكلوش في اليوم ده. حضرتك المواصلات بتكلفني فوق ال 100 جنيه هنجيب منين؟ اليوم اللي بيشتغل قبليا يعني تاني يوم يا دوبك اللي بيجيبه بيكفينا مواصلات. بس برضو يعني انا بقول الحمد لله، انا حضرتك لو عايزه يعني كل اللي انا طالباه من الدنيا ان انا عايزه اتعالج كويس بس. ان شاء الله تتعالجي باذن الله وهتبقي زي الفل باذن الله تعالى. ربنا يبارك لك. انا يعني انا يعني حضرتك لما كلمتيني انا حسيت ان ربنا بعت لي طريق نور، يعني بجد والله انت طاقه النور اللي ربنا فتحها لي بعد دنيا كانت كلها سودة والله العظيم يا استاذه. طب بس احنا مش عايزين بقى نعيط ولا عايزين، يعني ان شاء الله احنا جايين النهارده بقى نعمل يعني نحاول كده ان احنا نفرحك شويه. والله يا استاذه لو اقول لك ان رمضان اللي فات ده رمضان اللي قبله انا من ساعتها قعدت في المستشفيات اكتر ما قعدت في بيتي، يعني انا معايا ولد وبنت عايز اللي يرعاهم، فحاسه ان هم يعني تعبوا، يعني حاسه ان هم كبرتهم قبل اوانهم، حاسه ان هم دول حبيبي ايش المرض ده ابتلاء من عند ربنا واحنا بقى بنصبر على اي والله العظيم يا استاذه بقول الحمد لله وربنا لو بلانا اكتر من كده. انا بقول يعني انا حضرتك لو متابعه حالتي الصحيه انا ظهر لي ورم في الرحم، موضوع الطحال ده برضو يعني بيقول لك اكبر من حجمه عايز يتشيل، موضوع الانيميا دون، موضوع القلب، حتى لما جم يعملوا لي الاشعه الرنين اللي بالصبغه دي ظهر لي ان انا عندي جزء في الكلى برضو مش شغال. فانا بقول لو ربنا بلانا اكتر من كده انا بقول الحمد لله، كل اللي يجيب ربنا كويس انا احسن من غيري برضو، بس انا كل اللي عايزه اطمن عليه ولادي بس. طمني عليهم برضهم قبل اوانهم تعبوا معايا مع شو سنهم، فانا يعني رمية توكلي على ربنا وعلى حضرتك. ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون اللي جاي خير. وانتي من ساعه ما كلمتيني انتي عارفه اول مره انتي حضرتك انا بقول لحضرتك على وانا بحب اشكر حضرتك، يعني انتي فرحتيني في رمضان وفرحتي ولادي، يعني انا مش ناسيك من حضرتك. انتي من ساعه ما كلمتك والله انتي ما تاخرت، انا كلمت ناس كتير وكلمت جمعيات كتير ومحدش سال فيا، مفيش حد استجاب لي واستجاب لي على طول غير حضرتك، يعني من اول مكالمه من بعدها بيومين حضرتك بتكلميني. فانا بقول لحضرتك على الهوا اللي انت بتعمليه معايا ربنا يجازيك عنه كل خير يا رب، وتشوفي واشوفك كده في اعلى المراتب. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. انت من ساعه ما كلمتيني وانا يعني حسيت بصدق كلامك، حسيت ان يعني وبعدين انا ما عملتش غير اللي المفروض ان انا اعمله، يعني احنا حضرتك عملتي معايا كتير والله، يعني ربنا المفروض نعمله اللي احنا المفروض ربنا يجازيك عليه كل خير. يعني تكفي لي بس الاول يعني انت بعتي ايه، يعني ايه اللي مش موجود عندك؟ ما عنديش يعني زي ما حضرتك شايفه كده الحمد لله، بس انا بقول يعني كل يعني الحمد لله اللي كان الواحد يعني في ايده حاجه يبيعها وعملت كده. يعني انا خسرت كل عفش، اوضه النوم بتاعتي، التلاجه، الغساله، البوتاجاز، مالكيش ولا تلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز، ابسط حقوق اطفالي، تلفزيون ما عنديش، يعني لسه بقى قريب، يعني حاسه ان انا مكبراهم، يعني مفيش اي ترفيه خالص، قاعدين جنبي على طول، هم اللي بيخدموا نفسهم،
يعني انا حاسه نفسي ان انا مش ام اصلا يعني. ان شاء الله يبارك لك فيهم. خساره فيا والله يا استاذ. بس ما تقوليش كده. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عامله لهم حاجه. عايزين نعيط النهارده بقى يا هدى. ولا بقف اعمل لهم اكل ولا بقف اعمل لهم حاجه يعني، ولا حتى غسيل يعني. ممكن بنتي اللي تقوم تصرخ وتحمي نفسها وتلبس نفسها. طب انا لازمتي ايه في حياتهم؟ لازمتي ان انا تعباهم، بيشوفوني بتوجع بيتعبوا على تعبي ويتبهدلوا معايا يعني. لما تبقى عيله كده رايحه لي وجايه لي كل يوم توجيني وتجيلي من المستشفى، طب انا فين من ده كله؟ لما عيلتي وانا في المستشفى تقول لي يا ماما انا بقوم من النوم نفسي الاقيكي جنبي على السرير. حبيبتي لا حول ولا قوه الا بالله. بس بقى مش والله سنين التعب تعبني والله يا استاذه. مش عايزين نعيط بقى يا الله يكرمك. الله يكرمك. مش عايزين نعيط. انا بقالي سنين تعبانه والله. تعب الله ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله الشفاء خلاص قريب. هو ربنا اذن ان شاء الله خلاص الشفاء من عند ربنا، وانا بقول الحمد لله والله. ربنا اذن خلي بالك وان شاء الله باذن الله تبقي زي الفل. يعني انا مش تعبانه لوحدي، انا تعبهم معايا اكتر ما انا تعبانه والله. حد مريض بيبقى ما بيكون في حد مريض في البيت بيبقى معاه يعني كل اهله يعني تعبانين معاه. اقول لك ان شاء الله ربنا ان شاء الله فرجه قريب وباذن الله تعالى يعني ان شاء الله. كرم ربنا وكرم حضراتكم وحياه ربنا اننا لان انا تعبت والله يا استاذ. انا سمعت ان انت عليكي برضو ايجار يعني ما ديون يعني كم شهر ايجار؟ عليا 7 وعليا يجي 11000 جنيه ديون بسبب برضو التعب والكلام ده. ديون ايه يعني؟ كنت جوزك بيستلف ولا انت؟ يعني هو وساعة تانية يعني انا الجارة اللي تحتي. يعني دي ديون متراكمة شوية؟ اه يعني 2000 في 1000 في مش عارفة ايه، فكونوا يعني وصلوا ل11. شخص واحد ولا الاكتر من حد؟ الاكتر من حد يعني. الجارة اللي تحتية دي اللي عندي 2300 جنيه و 2200 جنيه، فانا يعني كل ده بسبب تعبي. وساعات لما كنت اروح المستشفى وما فيش يعني هو كل مدى يعني هم كانوا 8 ساعة ما كلمت حضرتك، ساعات ما بلاقيش اكل في البيت فبضطر استلف، ساعات ببقى رايحه المستشفى معيش حق المواصلات ساعات فبستلف. فاعمل ايه؟ حياتي بقت ماشيه كده على طول. ان شاء الله خير باذن الله تعالى خير. احنا مش عايزين بقى نعيط النهارده ان شاء الله. احنا يعني والله ان حضرتك يعني جيتي لي تعبانه. طيب طب تهدي شويه تهدي شويه. لا لا كويس. في دواء بتاخديه؟ الدكتور كاتب لك حاجه دلوقتي لحد ما نروح تاني؟ وقالوا لي لما تيجي عشان يحددوا بقى. بس انا كل ما بتعب بروح المستشفى. حاسه بايه دلوقتي؟ حاسه بدوخه يعني؟ لا دي في النفس لان انا بتجيلي ازمه. طول عليكي. فانا كنت الصبح كنت الفجر هناك وكانوا معلقين لي جلسه اكسجين وقالوا لي نسبه الهيموجلوبين 7.5 ومحتاجه نقل كيسين دم. قلت لهم ماشي. بس رفعت شويه. انا ساعه ما وديتك كان 4. بقت 7.5 دلوقتي وقالوا لي محتاجة كيسين دم. يوصل على الأقل الـ12 يعني. هو قال لي عشان أدخلك عمليات وأنا مطمن لازم تكون النسبة 12 وما بتنزلش، لأن أنا حضرتك باخد الدم تبقى النسبة 9.5 ساعات، مفيش أسبوع وتلاقي النسبة نزلت تاني زي ما كانت. فهم هنشوف الدكتور يقول لنا ده سببه ايه وان شاء الله. سبب اساسي عشان تتعالج عشان تبقى النسبه واقفه يعني النسبه تبقى معدلها الطبيعي. قولي لي يا هدى، انا يعني من ساعه ما انت بتكلميني في سؤال كده يعني عايزه اسالك عليه. يعني عفوا يعني انت بتقولي لي والدك متوفين، ما عندكيش اخوات؟ يعني من ساعه ازمتك دي اللي بقى لها 10 سنين فين اخواتك فين اهلك؟ ليكي اخوات اصلا؟ اه معايا اخوات. ليا اخوات، ليا 3 صبيان و6 بنات غيري. ما شاء الله. يعني ليكي 6 بنات غيرك انت؟ يعني 7 بنات و3 صبيان؟ كنا 8 بنات بس في واحده فيهم متوفيه. يعني انتوا 10 ما شاء الله. انا 11 في واحده متوفيه معايا. معايا 6 بنات و3 صبيان. لا ما حدش بيتصل يا استاذه، بالذات يعني اخر سنتين دول يعني ما حدش بيتصل ولا بيسال حتى بمكالمه التليفون. محتاجة حاجة ولا حاجة يعني. وبرضه أنا العيال مظلوم، كل واحد عنده اللي مكفيه زي ما بيقولوا، فأنا معرفش ظروفهم. بس يعني أنا حتى صعبان عليا منهم يعني مفيش مكالمة تليفون، مكالمات التليفون غليت أوي كده. حتى
ما بيقولكيش، ما بيسألوش حتى في تليفون ولا حتى مكالمة تليفوني يا استاذة؟ كل يعني كل الستة والثلاثة يعني تسعة اخواتك ما فيش ولا حد فيهم؟ لا ما فيش. ولا اخ ولا اخت ولا اي حد؟ حتى اخت مثلا تيجي تشوف بناتك، ابنك او بنتك تعمل لك اكل او حاجه؟ مفيش حد منهم؟ معقوله الست اخوات وال يعني لا علاقات الا بالله؟ العيب فيا ولا العيب فيهم ايه؟ يعني في كحوت كده، يعني في اسوه قلب قوي، يعني حتى مكالمه التليفون بقى ثمنها غالي تقريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهدي الحال. يعني أنا بقول لحضرتك يعني الجارة المسخية اللي تحتية دي ست، يعني ربنا يبارك لها، حضرتك يعني غريبة عني، وأول ما استغثت بحضرتك لبيتي رغبتي وجيتي لي. معايا حميتي ست كويسة برضه، يعني ربنا يبارك لها. لما بتعب وبيجرى لي حاجة يعني عمتهم وستهم هم اللي بيقعدوا بولادي، فالحمد لله يعني ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا يعني. ان شاء الله يعني ما يحوجك لحد تاني، ويشفيكي ويعافيكي ويبارك في كل اللي بيساعدك، اذا كان جارتك اللي تحت يعني هي ملهاش علاقه بدين، ده تراحم يعني، ما هي اذا كانت مسيحيه ولا مسلمه، هو التراحم اللي بيننا والجيره والعشره والاصول والتقاليد المصريه يعني، ما يعني بغض النظر. يا ست الله يبارك لها يعني، ربنا والله يبارك لها ويكرمها، ويعني يعني مش عارفه اقول لك ايه، لكن ربنا يهدي اخواتك ويهدي لك الحال ان شاء الله باذن الله تعالى، ويشفيكي ويعافيكي يا رب باذن الله تعالى. انا عايزه بس ترتاحي شويه عشان انا حاسه اني تعبتك شويه، ارتاحي شويه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذة؟ انا عارفة ان انت يعني عانيت، ويمكن هدى ما شاء الله يعني بتشكر فيك قوي، يعني باين عليك راجل شهم وجدع، وشلت زوجتك فترة تعبها كلها 10 سنين، وفي نفس الوقت انا عارفة ان انت كانت ظروف الشغل معاك مش مظبوطة، احكي لي كده. يعني حضرتك كنا عايشين برضه الحمد لله الاول ما اتجوزنا، وبعد ما اتولدت سلوى عندها دلوقتي 8 سنين اهي، وابتدى موضوع القلب ده بتاعها ده تعب، وبعد كده دخلنا حضرتك في موضوع التعب الدم والتعب الورم اللي على الرحم، والحمد لله. وانت كنت بتشتغل ايه بقى في الفتره اللي هي يعني من ساعه التعب كانت الدنيا بتقول كانت كويسه، كنت بتشتغل ايه؟ حضرتك كنت بشتغل على الميكروباص، بطلع اشتغل على توك توك، وبشتغل الصبح مثلا من الساعه 9 كده للساعه 6 في عمل مخلل، بشتغل في النجارة، في أي حاجة حضرتك إيه بطلع أشتغل. معكش صنعة يا أحمد؟ لا حضرتك يعني اشتغلت في كذا حاجة. فأنت دلوقتي لو إحنا حبينا نساعدك في شغل بتقدر تشتغل إيه؟ يعني أنا نفسي حضرتك في وظيفة، رحت كتير. معاك مؤهل؟ لا معايا إعدادية. الوظيفة تبقى صعبة بالإعدادية، وخاصة ما فيش وظائف، لكن ممكن نشوف يعني شغلنا في ممكن أمن، ممكن يكون حاجة كده لما شغالة في حراسة. أستاذ يا ريت والله، أستاذ الله يبارك لك. إن شاء الله بإذن الله هناخد بياناتك وبإذن الله يعني نوصلك. قولي رحلة تعبك مع هدى في الفترة دي كلها، يعني في الآخر اضطريت إن أنتوا تبيعوا يعني زي ما أنا شايفة كده عفش البيت كله. يعني حضرتك هو الحالة تدور كده في آخر سنتين دول بقى، يعني بعد ما قالوا موضوع القلب ده قالوا لي عليك الدم، ابتدت حضرتك كل شوية كل أسبوع يطلبوا مني دم، بروح أجيبه من العجوزة عشان هي فصيلتها فمش موجودة في المستشفى، وفي المستشفى بقى حضرتك أي حاجة بيعوزوها في المستشفى بيقولوا لي عليها من بره، حتى الماسك بتاع الأكسجين بيخلوني أجيبه من بره، وما فيش مستشفى ما دخلتش فيها بيها، وفظهر عندها كذا حاجة، ولغاية دلوقتي حضرتك ما يعني مش هخصوص. بتقول لي ايه واحنا جايين؟ بتقول لي يعني وانا داخلة عليك الأوضة بتقول لي ده مش عارف كانوا في حقن طلبوها ايه يعني. اخر مرة حضرتك اللي هو قبل رمضان، ساعة ما كان اخر حاجة كانت موجودة عندي كانت التلفزيون، طلبوا مني في السيد جلال حضرتك الدكتورة، قالت لي عايزة ابر حديد عشان تعلي ايه عشان الحديد بيتكسر عندها في الدم، فقالت لي دي مش موجوده مش هتلاقيها غير في الاسعاف، فقلت لها حضرتك اجيب ابرتين بس او ابره عشان بس الايه الفلوس اللي معايا خلصت على التحاليل،
قالت لي لا خلاص طالما كده خليها ايه موجوده. المهم حضرتك نزلت انا وبنتي دي وحياه عيالي بالروجيتا اللي كاتباها لي عشان اجيب الابر، بقينا نلف عشان نشحط حق الابر، وفي الاخر عملنا ايه يا سر؟ حق الابر كام؟ كان حق الابر 180 جنيه وما كانتش معايا اللي انا حضرتك اجيبهم. سلوى حضرتك كانت معايا، عملنا ايه يا سلوى؟ لما انا 11 جنيه بس. حبيبتي وانت كنت بتقولي للناس ايه؟ معلش بس عايزين حق الابر دي عشان نجيبها لماما. فحضرتك جيت كان اخر حاجه التلفزيون، فجيت بالليل قمت ايه متصرف يوم تبايع ورحت لها تاني يوم بالابر، اتعلق لها الحديد ما خدتش حضرتك منه نقطتين وامرم لها ايديها ودخلها في غيبوبه ودخلوها الرعايه عشان خاطر اللي هي عندها. بعد كل ده وبعد ما بقى التلفزيون طلع عندها حساسيه من الحديد. عندها حساسيه من الحديد والدكتوره ما عملتلهاش اختبار. بكلمها قالت لي طب ما هي اللي مليانه امراض هنعمل لها ايه يعني؟ الدكتوره اللي بتقول لك كده؟ الدكتوره حضرتك اللي بتقول لي كده. لا حول ولا قوه الا بالله. حضرتك عارفه اروح فين واجي منين؟ فقلنا نشوف حضرتك، ورحت لحضرتك عند المدينه اكتر من حوالي 5-6 مرات، كنت باخدهم من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 4-5. قبل ما هدى تكلمني انا اول مره اسمع المعلومه دي. هدى اتكلم حضرتك، رحت بيهم كذا مره عشان انا احاول اجيب رقم. خدت رقمي من هناك؟ جبنا حضرتك رقمك، فكل اللي احنا عايزينه اللي احنا نعالجها وبس، والحمد لله مش عايزين حاجه غير كده. ان شاء الله باذن الله تتعالج وان شاء الله تبقى زي الفل. يعني انا بعد ما الفتره اللي انت اشتغلت بقى فيها بتقول يعني هدى بتقول لي ان انت حتى سبت المعمل المخلل في الاخر. الراجل عشان خاطر هي ما حدش بيسال فيها في اخواتها وكده، فانا اللي على طول بيها في المستشفى باخد العيال اروح لها الصبح واجي بيهم بالليل. فالراجل قال لي لا لما تنتزم بقى وتشوف مراتك وبقى تعال عشان انت مش هتشتغل يوم وتقعد يومين ثلاثه بس. حضرتك يعني لما بتتعب بتضطر تقعد بيها او تروح بيها؟ في المستشفى بيفضلوا يطلبوا تحاليل وبيطلبوا حاجات من بره، فانا لو ما حدش عملتها وصرفت فيها ما بيسيبوها مرميه في المستشفى. ما يعني ما فيش مستشفى انا متحجزت فيها شهرين ثلاثه، الساج جلال، الدمرداش، الحسين، منشيه البكري، لفيت حضرتك بيها، تعبت يعني اخر تعب. ان شاء الله يكون التعب ده في الاخر على خير باذن الله تعالى، وان شاء الله يعني تشتغل برضو. انا دلوقتي يعني ما بتشتغلش. حضرتك ويعني وبعدين بقالي كمان فتره يعني ايه انا ليا 6 اخوات بنات وانا وحيد عليهم، فانا بيبقوا عندي ايه مهمين اللي انا اساعدهم. بقالي دلوقتي حضرتك سنتين شال ايدي من ناحيتهم خالص، ما بساعدهمش في حاجه. والدك مش موجود؟ والدي شغال نجار كده وارزاق وكبير برضو يعني في السن. طب حضرتك انت المفروض كنت بتساعد اخواتك. انا المفروض بساعدهم بس بقالي فتره ما معلش. ان شاء الله باذن الله تعالى تشتغل وتقدر تساعدها، ولما يمكن هي ربنا يشفيها ويعافيها بيبقى برضو يعني انا عارفه لما يبقى في حد مريض في البيت بيبقى البيت كله تعبان. مش ايوه استاذه تعب. وحضرتك اللي بعمله ده يعني هيقعد لي في اخواتي. يعني كفايه ان هي بتشكر فيك وبتقول لي يعني ده انا يعني لو طول اعمل له تمثال يعني انت جدع وشهم وما تخليتش عنها وبتقعد بيها، اكيد دي برضو ربنا ان شاء الله هيجازيك بيها خير. الحمد لله استاذ. يعني ان شاء الله باذن الله تعالى اللي جاي خير، وعايزك تتفائل كده بالله، وان شاء الله يا رب يعني باذن الله تعالى. انا بس انا مش عايزاكم النهارده اي حد يعيط من اللي شفناه حضرتك. وعلى امر الشعب كنت بروح لهم يعني رحت للاستاذ ايهاب العمده لقيت اللي شغال عنده اللي هو اللي شغال تحت ايده على طول، قال لي يعني بقول له محتاج دم وفي المستشفى هتموت، قال لي هو هيعمل لك ايه. رحت لدمغر الشعب اللي هنا برضه ما عملليش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني هي دي هتكون بقى فتره وعدت، ربنا خلاص اذن بقى ان شاء الله. انت كده جدع وراجل بقى ان شاء الله شهم كده شايفاك كده، فبلاش بقى تعيط عشان سلو. سلوى تعالي كده هنا. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه انت عسل كده ليه؟ مين بقى مسرحك عامل لك شعرك حلو كده؟ انا. انت تعرفي تسرحي نفسك؟ عندك كام سنه؟ 8. 8 سنين، شكلك صغنون خالص عن 8. بتعرفي بقى تسرحي نفسك وتساعدي نفسك وتساعدي ماما؟ مش معاكي كده ما شاء الله بتتكلمي مع بابا وانتوا بتروحوا المستشفى لماما وكده، ابتدي تقولي يا رب ماما ربنا يشفيها. ايوه رب ان شاء الله يشفى وكل التعب ده يروح.
ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يعني هيستجيب لدعائك، وان شاء الله ماما تبقى زي الفل. انت ماما بتقول لي ان انت كنت بتقولي لها ماما نفسي اصحى من النوم الاقيكي قاعده جنبي وكده، كنت بتقولي لها كده؟ ايوه. تبقى نفسك في ايه؟ نفسي يعني لما اقوم من على السرير، لما بقوم اخش الحمام بفضل احس ان هي مش جنبي. بتكون ماما فين؟ في المستشفى؟ ايوه. انتي زعلانه انها في المستشفى؟ ايوه. انت في سنه كام؟ تاني. وعامله بقى ايه في المدرسه؟ نجحت. شاطره؟ اه. نفسك تطلعي ايه؟ دكتوره. ليه بقى؟ اشمعنى كلكم عايزين تطلعوا دكتوره؟ عشان عايزه اساعد اللي زي ماما. يا حبيبتي ربنا يا حبيبتي يعني يديكي ما تتمني وتبقي احلى دكتوره وتساعدي كل الناس بقى. مش يعني جملتك صعبه قوي 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 يا سلوى. يا الله. قولي لي انت نفسك لو انت دلوقتي يعني عايزه تقولي حاجه، تقولي مثلا تكلمي حد، تقولي حاجه لحد، تقولي ايه؟ معلش عايزك تبعتي رسالة لسيادة الرئيس السيسي اللي انا عايزة شقة هناك في الاسمرات اللي هو بيسكن. شقة في الايه؟ في الاسمرات. في الاسمرات. ايوه. عشان فيها شقة حلوة وفيها نادي وفيها مدارس حلوة. يا حبيبتي انت عايزة الرسالة دي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان انت عايزة شقة في الاسمرات؟ علشان ايه بقى؟ شفتيها فين؟ شفتها في الاعلان عند سنت اللي تحت. يا حبيبتي وعجبتك بقى الاسمرات؟ نفسك بقى في شقه ونادي ويعني نفسك في ليه حبيتي تروحي الاسمرات؟ عشان بلد حلوه. شفتيها شكلها حلو والشقه شكلها حلو؟ نفسك تروحي النادي وتلعبي يعني يبقى عندك نادي؟ عشان كده شفتيها لقيتيها مكان شكله جميل وان انت حبيتي بقى تبقي يعني تبقي تلعبي مع اصحابك هناك في النادي. اه. انت هنا بتنزلي تلعبي مع اصحابك ولا بتشوفيش صحابك؟ لا ما بشوفهمش. ليه بقى؟ ما عنديش صحاب. ليه يا حبيبتي؟ ما عندكيش صحاب هنا في يعني في الشارع ولا ما عندكيش صحاب في المدرسة؟ عندي صحاب في المدرسة. بس بعد المدرسة ما عندكيش صحاب هنا تلعبي معاهم؟ عندي اخويا بس لما بيجي بنلعب مع بعض. تلعبوا ايه هنا بقى؟ مفيش هنا حاجة يعني مفيش حاجة تلعبي بيها هنا فبتلعبوا مع بعض لعبات تانية مثلا مختلفة؟ لا بالعروستين اللي هنا دول. بالعروستين دول تلعبوا بيهم مع بعض؟ اه. ربنا يسعدك يا حبيبتي، انتي جميلة قوي يا سلوى يعني ما شاء الله عليك. هاتي بوس. انتي بتقولي كنتي بتشوفيني على التلفزيون تحت عند طنط اللي في جارتكم اللي تحت؟ يعني انت بتخبطي عليها تقولي انا عايزه انزل اشوف البرنامج ولا انت بتبقي قاعده شويه تحت؟ لا ساعات بتنزل ساعات تطلع تاخدني انا وسعيد نقعد تحت معاها شويه. انت اخوكي اسمه ايه؟ سعيد. انت وسعيد بتنزلوا تحت تقول لكم تعالوا اتفرجوا على التلفزيون؟ بتحبي طنط اللي تحت؟ بتحبي طنط اللي تحت اكتر ولا خالاتك اكتر؟ طنط. بتحبي طنط اللي تحت اكتر ليه؟ عشان ما يسألوش على ماما خالاتي. عشان خالاتك مش يسألوا ولا خلانك فطنط اللي تحت بتسأل عليكو بتخليك تفرج على التلفزيون. وايه تاني بتعمل معاكو؟ ايه تاني بتعمل؟ كل حاجة معانا بتعمل، حاجات كتير معانا. بتعوزي تشربي مية ساعة بتقولي لها طنط عايزة ولا هي بتجيبلك؟ هي اللي بتجيب. هي تجيب لكم مية ساعة؟ بتحط لكم لو في حاجه في الثلاجه بتحطها لكم؟ يا طنط يعني بتحبك انت وسعيد صح؟ اه. انت بتحبيها اكتر. انت كنت تحبي تتفرجي على برنامج مصر احلى؟ تحبي ليه بقى؟ اصل بحبه عشان انت تحبي تساعدي الناس. انت بتحبي اي حد بيساعد الناس؟ انت كمان عشان عايزه تطلعي دكتور عشان تساعدي الناس صح؟ انت قمر كده يعني. ايه ده؟ في حد قمر كده ويعرف يسرح نفسه كده وعسول كده؟ اه. طب فين البوسه بتاعتي؟ ربنا يسعدك يا حبيبتي، يا رب ربنا يسعدك.
ما شاء الله سلوى دي عسل قوي. ايه ده انت عماله تقولي كبره يا استاذه والله. انت ربنا كرمك والله العظيم ربنا كرمك. البنت ما شاء الله عينيها كلها ذكاء وكلها ما شاء الله فطنه وجميله ورقيقه يا استاذه يعني ربنا يبارك. ما شاء الله حاسه ان انا قاعده قدام ملاك جاي من الجنه والله العظيم. بارك لك يا استاذه والله. ما هم دول يعني هم دول اللي بيهونوا عليا اللي انا فيه، عشان كده نفسي. بصي يا هدى، ربنا كرمك بزوج ما شاء الله عليه، يعني اولا شايفاه ان هو ربنا يعني جزاكي بيه، هو محترم ويعني ولا وما كلش بيكي وما زال واقف جنبك وبيحبك ويحب ولاده، يعني بيسيب شغله وبيسيب كل الدنيا عشان يبقى معاكي. وربنا كرمك بولادك واكيد سعيد برضو، مش هيبقى يعني اكيد زي سلوى برضو كده. ايوه ما والله يا استاذة اليوم ما دوري الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتي اللي بتصبرني على اللي انا فيه، فانا عايزة ربنا يكرمني، يعني نفسي يعيشوا زي ما كانوا عايشين. نفسي لما العيلة تقول لي عايزة اشرب ماء ساعة تفتح تلاجة وتشرب زي ما كانت متعودة. بس احنا الاول جايين الاول علشان اول حاجة ده مبلغ من مؤسسة سامة لتنمية المجتمع برئاسة دكتور حسن راتب، ده ندفع بيه الايجار لمدة 8 شهور ماشي، يعني ده اولا. وان شاء الله دلوقتي معانا بنك الكسا جايبين سراير وجايبين مفروشات، وبنك الطعام جايب لك كرتونتين طعام الكراتين، وان شاء الله كل شهر هيبقى فيه طرد الاطعام اللي موجود ليكفيك الشهر كله. وبقيه الاجهزه الثانيه ان شاء الله هنشوفها، هنشوف احتياجاتك اللي جايه. احنا جينا النهارده نشوف كل الاحتياجات اللي احنا ممكن نجيبها. ربنا يبارك في بنك الطعام المصري وكل اللي بيساعد وبنك الكيسه ان شاء الله. يا رب ربنا يجازيهم كل خير. الاحتياجات الثانيه ايه ان شاء الله، بس انا الاهم عندي كنا احنا بس ندخل المستشفى ونشوف العمليه لصحتك الاول، وبعد كده نكفي البيت باذن الله تعالى، باذن ربنا سبحانه وتعالى، باذن الله ان شاء الله ربنا يرزقنا برزقك، وان شاء الله يعني نشوف امكانيات على الاقل خالص الغساله والثلاجه، نشوف الحاجات المهمه دي ان شاء الله. يبارك لك يا استاذه، وانا عشمي في ربنا وفي حضرتك والله. بس كلمة أخيرة، يعني حضرتك يعني أنا حابة نشد حد على الهواء عن طريق حضرتك، أنا نفسي نشد الدكتور حسن راتب، يعني أنا سمعت أنه بيساعد الشباب بيعمل لهم مشاريع والكلام ده عشان يعمروا البلد وكده، أنا نفسي يتبنى جوزي قوي يساعده عشان يعتبر هيعمر حياة أسرة كاملة، يعني مش أسرته بس، هو وأهله كمان. فأنا طمعنا في كرم حضرته، يعني لو يبصلنا بعين الرحمة عشان خاطر ولادي بس، أنا لو محتاجة حياتنا تبقى أحسن عشان خاطر عيالي بس. الله يكون اللي جاي خير بإذن الله، وهو هيسمع مناجدتك دي، هو المبلغ ده هو اللي مقدمه لك. ربنا يخليك ويجازيك كل خير يا رب، وبشكر حضراتك وبشكر الأساتذة كلها اللي تابعوا. يا رب يكون دخلتنا النهاردة عليكي بقى دخلت خير يا رب. حضرتك دخلتك النهاردة عليك إنها عيد والله بالنسبة لي، يعني ربنا يجازيك خير يا رب ويعدولك في طريقك وفي ولادك يا أستاذة. والخير اللي انت عملتيه معايا مش من دلوقتي والله، أنا من أول مكالمة كلمتها لك وانت ما سبتنيش، يعني تكفي أن أنا دلوقتي لما بتعب بحس أني في مستشفى مستنياني، أي حاجة هتجرالي هلاقي اللي بيساعدني واقف جنبي. ربنا يبارك لك يا أستاذة، ربنا يبارك لك العملية وتبقي زي الفل بإذن. ربنا يبارك لك يا أستاذة، ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا أستاذة، وربنا يبارك لك في سلوى. سلوى حبيبتي مبسوطة؟ ان شاء الله هنطلع بقى حاجات من تحت كده ان شاء الله نفرح بيها. يلا شباب عايزين بس الحاجة اللي تحت من بنك الكسب. يعني بعض الحاجات البسيطة اللي مقدمها لك بنك الطعام وبنك الكيسة. الله يبارك لهم، يعني أنا مش عارفة والله أنا مبسوطة، مش عارفة أقولي، مش عارفة أعبر عن فرحتي إزاي. أنا بشكر بنك الطعام وبنك الكيسة، يعني أنا أوقات كتير كنت ببقى شايلة هم أكل وشرب ولادي، وببقى شايلة هم مروح المستشفى عشان ما بيبقاش موجود فيه، فأنتوا حضرتك شلت هم من عليا كبير والله، ومحدش بيحس بحد. يعني انا بشكر مؤسسة بنك الطعام ان هي حست بينا وكده، وبشكر حضرتك في الاول وفي الاخر برضو
تدفعي بقى ان شاء الله الايجار على طول، تروحي تدفعي عندك كمان للشهر الجاي، يعني انت تدفعي القديم وعندك للشهر الجاي. ويعني ربنا يبارك لكم، البركه في ربنا وفي حضرتك. انا مش عارفه والله اشكر حضرتك ازاي، يعني ربنا يجازيكي كل خير على اللي انت عملتيه معايا والله. ان شاء الله باذن الله هنيجي برده نكمل بقيه الحاجات اللي ناقصاكي، وان شاء الله يعني نيجي المره الجايه بقى نساعد وسلوى باذن الله. انا مبسوطه ان حضرتك، يعني انا بقيت مطمنه دلوقتي ان حضرتك موجوده معايا والله، ما بقتش شايله هم حاجه. ان شاء الله باذن الله تعالى يكرمك ويعزك ويفرح قلبك، ويكون اللي جاي ان شاء الله احسن ويشفيكي ويعافيكي، وباذن الله تعالى بامر الله بامر الله نيجي بقى ان شاء الله نبارك لك بعد ما تخرجي من العمليه، وباذن الله تعالى يكون يعني ربنا رزقنا برزقك ويكون موجود بقيه الحاجات اللي ناقصاكي باذن الله تعالى. ربنا يبارك لك يا استاذه، وبحب اشكر الدكتور حسن راتب برضو، يعني اللي شال هم الايجار من عليا، ربنا يبارك له يا رب يا رب، ربنا يخلي الدين اللي عليكي باذن الله، ربنا يعيننا ان شاء الله ويتسد باذن الله. انا دلوقتي بقول لحضرتك ما بقتش شايله هم حاجه والله طول ما حضرتك موجوده جنبي حبيبتي، وان شاء الله بالمره الجايه يكون معاكي سعيد عشان نشوفه. مبسوطه حبيبتي؟ ايوه مبسوطه قوي. قولي لي بقى، قولي لي ان شاء الله باذن الله المره الجايه اما اجي اجيب لك ايه معايا؟ مش عايزه. لا قولي انت عايزه ايه، نفسك في ايه؟ نفسي ما تخف يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها وتبقى زي الفل باذن الله تعالى. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يبارك لك، ويا رب اشوفك في اعلى المراتب وتفضلي تحسي بالناس كده. ربنا يخليكي يا رب، وان شاء الله يا رب كده يكون دخلتنا عليك النهارده دخله فيها فرحه وسعاده يا استاذه والله، دخله ده زي دخلت العيد. ربنا يبارك لك يا استاذه، ربنا يجازيك، ربنا يكرمك يا حبيبتي ويجازيك ويجازيك يا رب بالمثل، ويجازي كل اللي بيساعد معانا يا رب يجازي كل اللي بيساعد، سواء قدام الكاميرا او وراها، الناس اللي بتساهم بنك الطعام، يعني ربنا يجازيهم كل خير ويفضلوا يحسوا بالناس المحتاجه. انا عارفه حبيبتي يمكن انت يعني عفتك وخجلك ما قلتيش ان انت في ايام مرت عليك كنت بتقولي لي ما كنتش بتاكلي طول اليوم جبنه، يعني الحمد لله، يعني كان اللي موجود الحمد لله برضه، يعني انا بحمد ربنا، يعني في اوقات ما كناش بنشوف الطبيخ يعني بالاسبوع او بالشهر، يعني مش فبقول الحمد لله ان شاء الله اللي جاي كله خير، وربنا ان شاء الله يعني باذن الله تعالى يجعل لك الايام كلها جايه خير وجبر ليكي باذن الله تعالى. يا هدى يبارك لك يا استاذه، ربنا يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا سلوى. وعليكم السلام. يلا هاتي حضني بقى حبيبتي حبيبتي انت عسل. يلا سلام عليكم، هتشوفيني تاني في البرنامج؟ طيب وانا هجي لك تاني ان شاء الله بعد ما ماما تخف. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام عليكم. سلام عليكم.